اللهم قد مسنا الضر وأنت أعلم بحالنا، اللهم إنا لنسألك بأعمالنا بل برحمتك، ولأجل أطفالنا وشيوخنا ولأجل بيوتك العطشى لروادها، اللهم إنا مذنبون ولكنك رب رحيم، وقد انقطعت بنا أسباب الدنيا ولم يبق إلا بابك، اللهم هذه قلوبنا ترنو إليك متوسلة عطفك وكرمك، اللهم ارفع البلاء عن بلادنا وأنفسنا وقنا شر هذا الوباء، فقد أعيتنا الحيلة وغلبنا ما نحن فيه، فترفق بنا فنحن لم